هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم دايما على ان احنا عندنا فاتورة استيراد من الخارج ثقيلة بالنسبة للمحاصيل المختلفة. ولما نيجي نشوف ايه اللي بنستورده من الخارج، معروف ان احنا بننتج القمح وبيتم استكمال باقي حصة او حصتنا الاستهلاكية من الخارج. لكن في محاصيل بنستورد منها كميات ضخمة زي الذرة الشامية او الذرة عموما. انت بتتكلم على ان انت بتستورد من الخارج بفاتورة ثقيلة جدا، وده بيترتب عليه ايضا ارتفاع في اسعار الاعلاف في مصر، وبيترتب عليه ارتفاع في اسعار اللحوم او الدواجن. انت بتتكلم على ان انت بعد ما كان عندك اكتفاء او شبه اكتفاء ذاتي من الذرة، بقيت بتعتمد على الاستيراد من الخارج وبتزرع مساحات بتعتبر لا تفي بطموحنا او باحتياجاتنا. وبتعتبر الذرة الشامية من محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر، لان هي ليها اهمية في تغذية الانسان والحيوان والدواجن. بتدخل في صناعة الاعلاف الجافة بنسبة تصل الى 70%، وبتشكل الأراضي الجديدة المستصلحة والمستزرعة حديثا جزء مهم جدا في خطة الدولة للتوسع الأفقي، لأن فعلا بينفع أو بيجود زراعة مساحات كبيرة من هذه الأراضي بالذرة الشامية، ودي بتقلل لي الكميات المستوردة من الخارج، لأن أنا محتاجها لاستخدامها كأعلاف. استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال خطة تنفيذية عاجلة للزراعات الذرة الشامية سواء بيضاء وصفراء للموسم الصيفي الجديد. استعدت ازاي؟ من خلال توفير جميع التقاوي لمساحات تبلغ 3 مليون فدان، وفي نفس الوقت قابلة للزيادة، وايضا وضع آلية لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية. وهنا هقف لحظة. الزراعة التعاقدية احنا دايما محتاجينها ومحتاجين ان احنا نستفيد منها، لكن انت النهاردة بتتكلم على سوق محتاج فعلا لكميات اكتر من الذرة، والنهاردة ليها سعر. النهاردة ليها سعر، بتقدر انت كفلاح تحقق هامش ربح. خطوة جيدة جدا من الدولة، وانا بشجع الزراعة التعاقدية، لكن ضمانة اكثر وطمأنينة اكثر للفلاح ان انت بتزرع منتج مطلوب. والمنافسة النهاردة في صالح الفلاح المصري، لا يمكن هيتم الاستيراد من الخارج بسعر أقل من سعرك ولا جودة زي جودة المنتج اللي انت بتزرعه. في نفس الوقت الوزارة أطلقت حملات للتوعية وحملات إرشادية. الرسالة الواضحة ان يكون في زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول لتقليل معدلات استنزاف العملات الأجنبية في الاستيراد. وزي ما قلت الأراضي الجديدة بتشكل يعني عامل مهم جدا للتوسع، لأن احنا نقدر من خلالها فعلا ان احنا نحقق أهدافنا وطموحنا. الأصناف والسلالات اللي بيتم اعتمادها، ومركز البحوث الزراعية بيقوم بدور كبير جدا علشان يتم نشرها. التوصيات، ودي مهمة قوي، نظام تسميد وري مناسب، ده كله يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الذرة الشامية. وأنا هنا لازم أشكر الباحثين ببرنامج الذرة الشامية، لأن الناس دي بتقدم مجهود كبير جدا للدولة. عندهم فكر وعندهم طموح وعندهم وطنية علشان يبقى في نهوض بهذا المحصول الهام، ويكون تحت ظروف الأراضي الجديدة، وأيضا بيحددوا لنا أنسب المعاملات الزراعية المختلفة، لأن الأراضي بتبقى فقيرة جدا في المادة العضوية والعناصر الغذائية الكبرى والصغرى، علاوة على عدم قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة أو بعناصر الغذائية. فمهم جدا أن يبقى فيه توصيات إيه أهم الأصناف الموصى بها، دور الإرشاد في التوعية بتلك الأصناف،
خطة دولة، ما هياش عمل فردي، مجهود علماء، كلنا بنتابع علشان احنا عندنا هدف ان احنا نقوي اقتصادنا المصري. عاوز تنجح انتج، عاوز تأمن بلدك انتج. القطاع الزراعي دائما يؤمن اقتصادنا، دائما هو الامن الغذائي او الامن القومي الغذائي لمصر. الفلاح المصري، وزارة الزراعة بعلمائها، دول بيقوموا بمجهود كبير جدا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشر. مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. بتكلم في بداية هذه الحلقة عن التوسع في زراعة الذرة. أنا معايا على الهاتف الأستاذ الدكتور عفيفي بركات، مسؤول ملف الذرة بوزارة الزراعة. مرحب بحضرتك يا معالي الدكتور. أهلا يا فندم. يا دكتور، حضرتك بتقوم بمجهود كبير من سنين ما شاء الله، ربنا يوفقك. والحمد لله أنا كان ليا شرف إن أنا كنت معاك بنسجل وبنتابع من أرض الواقع. الله يخليك يا أستاذ، ربنا يديك الصحة. بالتوفيق، ربنا يوفقك. كنا مع بعض في القافلة بتاع أسيوط. ده شرف ليا يعني ان انا اكون معاكم في احداث زي دي، بتقدموا مجهودكم ووقتكم وصحتكم وعلشان تفيدوا الناس وعلشان تعملوا حاجه للبلد، فده شرف ليا ان انا اكون موجود معاكم. الله يخليك يا فندم. الذره اساسا ده مهمتنا الاساسيه يعني. ربنا يوفقكم يا دكتور. الله يخليك. الذره وصلنا لايه؟ حضرتك بتتابع الملف ده من سنين، وكل موسم كان بيبقى عندك تحدي، وكل موسم كان بيبقى فيه مرحله للامام. انا كنت من ثلاث سنين مع حضرتك في النبريه، كنا بنتكلم على حلم ان الفراطات والمجففات توصل من منظمه الزراعه العربيه، كنا بنتكلم على الاصناف الجديده، الكلام ده من ثلاث سنين او تقريبا. النهارده اكيد في جديد، النهارده اكيد احنا طلعنا لقدام خطوات، فيا ريت تحكي لنا او تشرح لنا الملف وصل لفين. هو الحمد لله طبعا بالنسبه للذره طبعا ده يعتبر محصول مهم جدا جدا بالنسبه للبلد، يمكن احنا بنستورد منه كميه كبيره بتصل لحوالي 8 مليون طن. أيوة. بيكلفنا عمله كبيره جدا، فاحنا دلوقتي بصدد عمليه الاكتفاء الذاتي منه حتى ولو بنسبه 75% في عام 2018. ايوه سيادتك، احنا حطينا خطه لزياده مساحه الذره الصفراء على حساب الذره البيضاء. يمكن من 2015 كنا زارعين نص مليون فدان ذره صفراء، 2016 زرعنا مليون فدان. هذه الخطه الموضوعه اساسا مليون فدان، نفذنا منها حوالي 80%، والسنه اللي فاتت دي كانت مليون ونص، برضه نفذنا منها حوالي 1,260,000 فدان، ده بنسبه حوالي 85%. السنه دي ان شاء الله في 2018 المستهدف ان احنا نزرع 2 مليون فدان ذره صفراء. فطبعا بالنسبه للقسم دلوقتي، القسم اولا منوط بانتاج الاصناف عاليه الانتاج. ايوه. يمكن في الفتره الاخيره دي انتجنا اكثر من صنف هجوم فرديه جديده عندنا، هجوم فرديه صفراء، يعني عندنا 168 و178 و177 بهجوم صفراء جديدة، والسنة دي أنتجنا صنف 180 إن شاء الله داخل التسجيل. أيوة. وعندنا هجوم فردية بيضة برضو 131 و132، ودي أصناف بيضة برضو. وبعدين الأصناف دي كلها وأصناف ثلاثية وأصناف ثلاثية صفراء وأصناف ثلاثية بيضة. والجديد السنة دي برضو معالي الوزير طلب منا الأصناف ديت، وشلنا الأصناف اللي هي برضو بتستهلك مية كتير على أساس إيه؟ موضوع المياه انت عارف بقت مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. أيوه. ان احنا بناخد الاصناف اللي هي تعتبر مبكره وبتنتج محصول عالي. تمام. ده بالنسبه لطبيعه الاراضي اللي بيجود فيها او تجود فيها زراعه الذره. طبيعه الاراضي صف. طبعا بالنسبه للذره اساسا الذره لازم بيجود في الاراضي الخصبه، الاراضي اللي ما فيهاش ملوحه اكثر برضو من 1500 جزء في المليون. ده الذره ما يزرعش في اكتر من كده. برضو بالنسبه للميه نفس الموضوع، برضو ما يزيدش عن 1200 ل 1500. ولكن احنا بنتوسع في الاراضي الجديده، في حتت زي النبريه في الاراضي الجديده يمكن بنتوسع فيها. يمكن النبريه دلوقتي تعتبر اكبر مساحه النهارده في النبريه، وفي اراضي جديده برضو بنزرعها بتصل فيها هناك حوالي بتوصل حوالي يعني 400,000 فدان في النبريه، ودي اراضي جديده يعني.
جميل يعني جدا. وزرعنا السنه اللي فاتت في مرسى مطروح والحمام ونتائج كويسه في الاراضي الجديده. انسب معدلات تسميد يا دكتور عشان عارف حضرتك ان دايما الفلاح بيبقى عنده قلق من ناحيه السماد. بالنسبه للتوصيات طبعا، واحنا برضو مسؤولين عن بننتج الصنف النهارده الجديد وبنتبعه بنشرات ارشاديه بالنسبه للتوصيات الفنيه الخاصه بالمحصول، توصيات فنيه من ناحيه عمليه الانتاج، العمليات الزراعيه زي الحرث والتسميد والتخطيط والري، دي كلها عمليات بنديها او توصيات بنديها للمزارع على اساس يدينا احسن انتاجيه. فبالنسبه للتسميد النهارده، بالنسبه للتسميد الفوسفاتي، الفدان بياخد له حوالي 300 كيلو من اللي هو السوبر فوسفات 12.5% او 120 كيلو من اللي هو حوالي 37%، ده التسميد الفوسفاتي يعني. ايوه. بالنسبه للتسميد الازوتي، الفدان في الاراضي الدلتا وبياخد 120 ل 130 وحده ازوت. طبعا بالنسبه للاراضي الجديده بياخد 150 وحده ازوت بس، بياخد كل ري الري في حاله الري بالتمهيد، بياخد على كل مره بالنسبه بنحط جزء من التسميد في مياه الري. تمام. الاراضي اللي هي الاراضي الرمليه يعني. بعد كده بيتحط السماد على دفعتين، بنحط في ري المحياه نص الكميه وفي الريه الثانيه بنحط الكميه نص الكميه الثانيه. تمام. التسميد البوتاسي ممكن الفدان بيبقى له حوالي 50 كيلو تسميد بوتاسي. الاصناف الجديده ممكن تديني انتاجيه قد ايه في الفدان؟ لا يا فندم، الاصناف الجديده النهارده اللي احنا متجادين متوسطها مش اقل من 30 ارداف، يعني احنا في حقول المشاتات والحقول التعليميه عند المزارعين النهارده بتدينا يمكن متوسطات من 32 لغايه 38 ارداف، يعني حوالي 4 طن ونص. دي عمليات مجزيه بالنسبه للحقول الارشاديه بتجيب عندنا في الحدود دي. اما بالنسبه لمتوسط العام السنه دي كان عندنا 24 ارداف، يعني 3 طن ونص، ده المتوسط العام على مستوى الجمهوريه. ليه يا دكتور؟ علشان ما يبقاش في تنفيذ للتوصيات ولا بيبقى في ظروف مختلفه بالنسبه للاراضي؟ لا يا فندم، بالنسبه للاراضي السبب ايه بقى؟ النهارده الفلاح احنا عايزين نعرف حاجه، الذره ده الفلاح بيزرعه اساسا طبعا للمواشي. ايوه. او عمل السلاش. تمام. فهو اما بيزرع الفدان الذره النهارده ما بيسيبوش عدد النباتات فيه، ما بيستناش عدد النباتات النهارده في الفدان المزرعه على 25 سم النهارده بقى 22,000 نبات، 23,000 نبات. الفلاح بيزرع صح كده ماشي. تمام. فبعد ما بيوصل للحصاد بيكون عدد النباتات عنده اقل يمكن 15,000 نبات، بيعمل ايه؟ بينزل يجيب للمواشي اللي عنده نباتات وبيقطع، بيخف الارض، بياخد، لان مش هيسيب له مؤاخذه المواشي بتاعته جعانه النهارده. ايوه. بيسيب الظهر، لا ده هو بينزل كل ريه وبعد كل ريه يقطع من الفدان. يعني هو كده كده برضه حتى استفاد بالفرق ده، ما راحش هضر. لا لا، بيستفيد به، هو عارف كده. حضرتك هو عارف كده. لكن النهارده والله انا كان عندي حقل ارشادي في اشمون، مركز اشمون منوفيه، وانا نفسي بنفسي انا وزدت للتاجر منه 38 ارداف. ايوه. 38 ارداف. 38 ارداف، هجيب فرد 10، وزدت 38 ارداف للتاجر 200 كيلو، فالذره بيجيب في الحدود ديت، لكن الفلاح بطبيعته لازم ياكل المواشي بتاعته وبيقل عدد النباتات. عندي سؤال اخير، انا اطلت على حضرتك بس في سؤال مهم. الاماكن اللي فيها نسبه ملوحه مرتفعه يزرع ذره بيضاء ولا يبعد عن الذره خالص؟ لا، الملوحه المرتفعه يبعد عن الذره خالص. يبعد عن الذره خالص. يبقى يزرع ذره رفيعه تحم. يزرع ذره رفيعه. تمام. بشكرك وبالتوفيق يا دكتور، وان شاء الله نتابع معاك وتحققوا المستهدف. انا عارف ان انتوا العزيمه اللي عندكم وحبكم لمصر يخليكم تقدروا تعملوا المستحيل. طبعا طبعا. بشكرك. دي بلدنا. الله يخليك. استاذ الدكتور عفيف بركات، مسؤول ملف الذره بوزاره الزراعه. كده يبقى احنا اتكلمنا عن الذره وغطينا تقريبا كل الاستفسارات اللي ممكن الفلاح يبقى عاوز يعرفها، ومعاكم ان شاء الله على مدار الموسم اي معلومه انت محتاج تعرفها عن الاصناف، في اصناف معينه انت عاوز تتواصل مع وزارة الزراعة عشان تبقى موجودة عندك في المحافظة بتاعتك تقدر تزرعها، احنا معاكم. معدلات التسميد اتكلمنا عنها، الانتاجية،
فالمهم ان احنا نبقى عارفين ان النهاردة انت عندك محصول تسويقه بقى فيه نوع من السهولة بدرجة كبيرة جدا وبتحقق منه هامش ربح كويس. فنبتدي مع بعض ان احنا نشوف هنعمل ايه علشان نتوسع فعلا والفلاح يستفيد.